طبعا هناك شخصيات هي الأخرى تم الاتصال بها والتنسيق معها وبدأت تتحرك على مستوى الإعلام، مثل المهندس محمد المزروغي، مثل المهندس محمد المنتصر، لكن يظل هذا الخيار هو الآخر معلق. لماذا؟ لأن الخطوة التي كنت ذكرتها لك وهي تهيئة الظروف الملائمة لتسوية سياسية، ربما أريد من ورائها أن يمضي عبد الحميد بيبة حتى شهر مارس القادم، أن تبقى ستاتيكو، يعني تبقى يبقى المشهد على ما هو عليه التركيز. وهذا رأى بالمناسبة أكدت عليه في أكثر من مرة ستيفاني ويليامز، نعم، والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، وحتى حتى الوزير الخارجية الروسي سيرجو لافاروف، هو يؤكد على ضرورة الذهاب بسرعة الانتخابات شريطة أن تفتح المروحة، أن يبقى إلى مارس. هل معنى ذلك أنه ستكون هناك بداية الانتخابات في مارس؟ بكل تأكيد، إذا كان هذه البلان، هذه الخطة مضوا فيها دون أي عوائق، وهي يعني نتاج تفهمات مخابراتية سياسية على أعلى مستوى، أعتقد أن ما تبقى من أشهر سوف يتم إنجاز الاستحقاق الأهم وهو الانتخابات، وربما تكون بالتزامن يعني انتخابات رئاسية وبرلمانية. أعيد يذكرك بتصريح سيرجي لافاروف، هو يتحدث عن عكس الموقف الأمريكي، هو يتحدث عن ضرورة الذهاب إلى الانتخابات لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية، وهذا الخلاف والصراع على المال وهذا العنوان الحقيقي، يعني ما يحصل هو الصراع على السلطة والمال، والشعب الليبي بكل مكوناته يدفع في هذا الثمن الباهظ. فهو أو الروس يؤكدون على ضرورة أن يذهب الليبيون إلى أو الليبيين إلى الانتخابات مع فتح مروحة، مع فتح مروحة الترجح، بمعنى أن لا يكون هناك ما يسمى بالقوى القاهرة التي أعلنت على مفوضية الانتخابات. القوى القاهرة هي الاستبعاد، الاستنسابية، يعني يدخل فلان ولا يدخل فلان، يدخل مصطفى بكري ولا يدخل عبد الحميد، لا، كل الذين تقدموا وترشحوا ليس عليهم قيد أو شرط، إلا عندما يتعلق الأمر بمواد في الدستور تعالج فيما خص المفاوضين بالاتفاق بين مجلس الأعلى ومجلس النواب. بالضبط. فأعتقد أنه قراءتي للمشهد أننا نحن ماضون نحو أن يبقى عبد الحميد دبيبة إلى شهر مارس، ولكن وهذا الأهم، ربما يكون سكوب هذا، سوف يتم الضغط عليه بتسليم الملف العسكري والأمني لخليفة حفتر. لخليفة حفتر. إيه. دون مواجهات. دون شغب، دون مواجهات. وهذا يجعلني أسألك عن دور الجيش في المعادلة. يعني أنا في تقديري مع كل ما يلحق الجيش من شوائب ومن ما حكينا وشائعات وإسقاطات وربما هناك عناصر يعني سهل